السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد لنهار اليوم. إن شاء الله تكونوا بخير ومهنيين وبصحة جيدة. نقولكم أنا يا صحة أتاياتكم ولا نقولكم صحة فطوركم. المهم كل أخت وصلها الفيديو تاعي في وقت محدد نقولك بصحة ولا هنا الحاجة اللي كنتي تاكلي ولا تشربي فيها. خياتي هنا حبيت نشارككم بالسنيوة تاعي، حبيت نبدالكم بها هكذا يا الفيديو. هنا حطيت هاد حبيبات تاع حلوة الترك اللي كنت سبقت وشاركتكم بالوصفة تاعو، ومنايا نحط حبيبات تاع المعمول اللي درناهم في الفيديو تاع البارح. اللي ما شافتش الفيديو تاع البارح ولا ما شافتش هذه الوصفه اللي ان شاء الله راهي رايحه ديرها في العيد الكبير، راني رايحه نخلي لها الرابط تاع الفيديو في صندوق الوصف وفي تعليق مثبت. شوفوا هذاك المعمول خياتي، جا من اروع ما يكون والله العظيم، غريدوب في الفم، جا هايل هايل. ننصحكم ديروه وتقدموه هكذايا في العيد الكبير. هاوليك هنا هذوك الحبيبات تاع حلوه الترك تاعي، وعندي هنا هدايا لاتاي لمنسم ومسكر في نفس الوقت لهذا دوك لي كابسول اللي وريته لكم في بدايه الفيديو. ترموها داخل الماء وراهو رايح يكون فيه سكر ومنسم بذوق البرتقال، يعني فيه ادواق بزاف حتى مهدئ للاعصاب، هايل هايل في الذوق تاعو. شهيتكم في الجنه خياتي، ان شاء الله نودكم ما شهيكم. نبداو الفيديو تاعنا ولا نبداو الروتين تاعنا اليومي هذا تاع الصيف اللي راهي سخانه تقتل فيه. نقول لخوتنا في خنشله، نقول قلبي معاكم، ان شاء الله ربي يلطف بكم هذا مكان، ان شاء الله تكون اخر الاحزان، امين يا رب العالمين. هنا خياتي كما راكم تشوفوا جبت الجبيبه دايره في الخزانه تاعي، كوتي للجبب هكذايا الباردين تاع الصيف، وكوتي واحد اخر لهذوك الجبب كي نكمل شغلي وهذاك وندوش راني رايحه نلبس جبيبه. هنا ثاني كما راكم تشوفوا عندي هدايا الباك اللي راكم تشوفوا فيه، فيه لا كوكوت مينوت وفيه منايا هاد الفخيتوز. اول حاجه راني رايحه نشارككم بها هاد الكوكوطه تاعي لا مارك تاع سوناتشي، كما راكم تشوفوا فيها انيقه وجميله والله يبارك، ترفد 8 لترات. صراحة هذا هو الوقت المناسب تاع الكوكوطة، راهو جاينا العيد الكبير ان شاء الله يدخل علينا بصحة ولهنا، ورانا رايحين نحتاجو هاد الكوكوط مينوت اللي راهي رايحة طيب لنا بوزلوف دوارة ولا عصبان ولا حتى كيجي نظيف ونكونو هكذا مزروبين، انا رايحين نطيبو هاديك هذاك الطاجين تاعنا في ظرف قياسي. شوفوا خياتي المزايا تاع هاد لاكوكوت ولا كيفاش نستعملوا هاد لاكوكوت. عندي هنايا هادو مزوج قفالي، يعني ما كاش اسهل من هكذا. عندي كادنه محلوله، عندي كادنه مغلوقه. حنا كي نضغطوا على هاد الكادنه المحلوله هكذا راهي رايحه تفتح الكوكوطه تاعها، نعاودوا نضغطوا عليها راهي رايحه تغلق. هاوليك كيما راكو تشوفوا ما كاش اسهل من هكذا، تفتح تغلق وراهي امنه، ماشي حاجه اللي تخوف. كاين ناس بزاف يخافوا من الكوكوطه، صراحه هاد الكوكوطات راهو امنين على هذوك الكوكوطات لونسيا موديل اللي كانوا حاجه بينه تحسيها كي القنبله هكذاك الموقوته. شوفوا هنا لاكوكوت تاعي شكلها انيق كيما قلت لكم، حتى السعه تاعها الله يبارك ترفد خير وبركه، والاينوكس تاعها من نوع الرفيع ما تلصق ما والو، راهي تبريي صراحه كي نكون نقلب فيها كي المرايه وجهي روحي يبان. شوفوا الداخل كيفاش جايه وثقيله، ماشي من هذوك الكوكوطات شغل نقولوا كيما نقولوا حنا بالعاميه جوي ولا، يعني راهي كوكوطه الله يبارك همه وشان. اي وحده ما عندهاش كوكوطه وراهي انتريسي بهذه الكوكوطه ننصحها بها. هذه هي السعر تاعها خياتي راهو 1,350,000. هذه الكوكوطه راكو رايحين تطلبوها من لاكازا دالجيري، معناتها نخلي لكم انا هدايا التليفون اللي راهو في الشاشه، يا تعيطوا لها التليفون يا تدخلوا تطلبوها من الموقع، راهو رايح يكون التوصيل تاعها خياتي مجاني لغايه باب المنزل والدفع عند الاستلام بعد ما تطلبوا هاد لاكوكوت تاعكم. تقدروا تطلبوا هذاك الباك في زوج اللي فيه الفخيتوز وفيه هاد لاكوكوت، ولا طلبتوهم في زوج راهم رايح يكون عندكم خصم تاع 100,000. هادو للناس اللي راهم انتيغيسي بلاكوكوت وبالفخيتوز، ولا كنتي انتيغيسي غير بالفخيتوز ولا غير بلاكوكوت، راكي رايحه تطلبي منتوج واحد وراهو رايح يكون عندك كيما نقولوا التوصيل مجاني لغايه باب المنزل. نرجعوا منايا لهاد الفخيتوز، هادي غوبيوست اللي راكو تشوفوا فيها من اروع ما يكون، شكل تاعها اني قف فخم والله يبارك، ترفد كميه كبيره تاع البطاطا حتى للعائلات. هنا عندها هاد التويقه اللي راكو تشوفوا فيها، يعني شوفوا هذيك البطاطا تاعنا ولا اي حاجه اللي كنا نطيبوا فيها. انا راني رايحه نستغنى على المقله صراحه نهائيا، هذه اللي نديرها فوق البوتاجي ما نوسخ فرنو بعد ما نقلي البطاطا ما والو، الفخيتوز راهي رايحه تسلكنا. شوفوا خياتي واش عندها، عندها هاد الكسكاس اللي راكو تشوفوا فيه اللي نحطوا فيه سواء بطاطا كيما قلت لكم ولا معقوده تاع بطاطا ولا سفيريه، الحاجه اللي حبينا نطيبوها فيها رانا رايحين نحطوها
في هاد الكسكس. عندي من هنايا من المينيموم حتى للغيكلاج اللي راكو تشوفوا فيه، وعندي كل زعما درجه هكذايا راكو تشوفوا 190 نقلوا بطاطا، 170 نقليو الدجاج وهكذا. وعندنا الوقت تاع كل وحده، انا رايحين نديروا لها الترموستا ولا التوقيت هكذايا شحال من دقيقه باش نطيبوا، باش كي طيب راهي رايحه حاجه باينه تحبس وتاكلوا الحاجه تاعكم بالصحه. ولهنا شوفوا الداخل كيفاش راكم رايحين تستعملوا هاد الفخيتوز، يعني ما كاش اسهل من هكذا. نحيو هاد القطعه الفوقانيه، راهي كي نحبوا ننظفوا معناتها نفرغوا هذيك الزيت ولا نحبوا نغسلوا هذيك المقله حاجه باينه، نحو هاد القطعه اللي من الفوق. شوفوا من اللور عندنا هدايا الفيد اللي يجي فيه هذاك الكابل تاعنا ولا هذيك لابريز باش ما يقعدش يتراما، انا رايحين نديروه لداخل بعد ما نطيبوا. عندي هنا هاد المقله الكحله اللي راكو تشوفوا فيها، ما شاء الله ثقيله ماشي هادوك المقالي الخفاف. عندنا المينيموم وعندنا الماكسيموم من الفوق، معناتها راكو رايحين ديروا فيها الزيت ترفد حتى 3 لترات، معناتها راهي رايحه طيب لكم الله يبارك كميه كبيره تاع البطاطا. هاي ليك هاد المقله الكحله، تنحوها وتنظفوها بعد ما تفرغوا الزيت تاعكم. عندنا هاد الجهه نديروها لداخل بكل سهوله. عندنا هلي دو بواني كي تكون سخونه نرفدوها ولا نبدلوا لها بلاصه، يعني عندنا بلاصه منين نرفدوها كما نقولوا بلا ما نتحرقوا ولا بلا ما تكون سخونه. عليك هذا الكسكاس الله يبارك لي فيه هدايا البواني اللي جاي كما راكم تشوفوا فيه. كما قلت لكم خياتي هاد المنتوجات راكم رايحين تطلبوهم من لاكازا دالجيغي، راني رايحه نخلي لكم النيميرو التليفون ياو في الشاشه ونخلي لكم الرابط تاع الموقع ولا الفيسبوك تاعهم هكذايا تقتنيوا المنتوجات اللي راكم حابينهم. السعر تاع الفخيتوز 890000 مع التوصيل المجاني، واللي يحب يدي كما قلت لكم هادوك زوج حاجات راهو رايح ينقصلو 100000. نكملوا خياتي مع الروتين تاعي، وهذيك الماشينه كما العاده والعوايد ما تحبش مسكينه من الغسيل، راني برد قلبي فيها همبرت عليها حتى قال يا لاكارد جست نشرط حويجاتي وجست للطابله تاعي كما تشوفوا هكذايا جست نرغونها. هنا حبيت نجاوب الاخوات على المزايا تاع الطابله، قالوا لي انا ولا مليحه ماشي مليحه نصحينا حابين يعني نشرو طابله كيما هذه. واش نقول لخياتي بكل مصداقيه كيما تعودتوا عليا، انا صراحه لو كما شريتهاش تخرج عمري هاد الطابله، حبيتها ما تقدروش تتصوروا شحال، خاصه عندي رخام الكحل مي كي شريتها. مع الوقت واش قلت لكم نتعلموا مع الوقت، كاين حاجات نندموا عليهم كاين حاجات نقولوا لو كان فكرنا شويه. مي انا نعطيكم ليكسبيريونس مع هاد الطابله، شابه شابه انيقه انيقه خرجت لي مع الكوزينه خرجت. مي اللي تحب طابله كحله لازم دير في حسابها باللي راهي رايحه تضل شاده هاد الشيفون وما تنحيش من يدها، معناتها حضلت ستيكي فيها. هذا هو بالك الكوتي نيجاتيف اللي فيها هاد الطابله تاع الزجاج، اللي ثاني ديروا في حسابكم مع الوقت راهو رايح يتكرر، خاصه الكحل يبان في التكرات ماشي كيما الحاجه البيضاء. انا هذه هي نصيحتي اللي نقدمها لكم، ولا كنتوا شاحنين عليها اشروها خياتي بالصحه ولهنا عليكم. هذا مكان ما تخلوا حتى حاجه في قلبكم كيما ندير انا. هنا كما راكم تشوفوا رانا مكملين مع الروتين تاعي، وهنايا راني نغسل في القريعات تاعي قبل ما يروح هذاك الماء، والشغل وليت نخدمه تقريبا كامل الصباح ما نخلي والو. عندي هذه القرعه كما راكم تشوفوا يدي تدخل كامل فيها، تبرد لي قلبي، قال لك ما يحك لك غير ظفرك وما يبكي لك غير شفرك. هذوك القرع الاخرين ندير لهم ديك الشيطة، مي هذه قلبي شغل يبرد كي ندخل يدي حتى للداخل ونحكها بطبع والشان، نحس روحي نقيتها مليح مليح هذيك القريعه تاعي. مكمله في الروتين تاعي وراني نغسل في هذاك الفرن تاعي، درت له رغيوه ونمسح هذاك الماء، يعني الحاجات اليوميه اللي نديروهم وما نهربوش منهم. هنا حبيت نشارككم خياتي هاد لي باي اللي شريتهم، يعني اليوم ما عنديش مشتريات بزاف، عندي هادوما حبيت نشارككم بهم. انا صراحه شحال وانا نحوس عليهم حتى راني دوكاتيك شريتهم. عندي هنايا اللي يجوا فيهم هادوما شغل لي بينس اللي يتلصقوا يتنحاو يعاودوا يركبوا فيهم كامل الالوان، عندي هكذا الاخضر الازرق الاحمر. وفاش عجبوني هاد لي باي من نوع تاع اللي يتغسلوا وهذوك لي بينس يتنحاو، يعني قصده هاد الاشكال تاع الفواكه، معناتها راني رايحه نحيها ونغسل هذاك الباي تاعي بكل سهوله بلا ما نخمج هذاك ولا بلا ما نضل نغسل في هذيك الشكل تاع الفواكه. شوفوا كيفاش يتنحى، يعني بكل سهوله نطلعوه راهو رايح يخرج بعد ما نشربوا، خاصه الناس اللي تحب هكذا توجد الطابله تاعها وتحب تتحف الطابله تاعها، واللي ما حلوش خليه يفرغ هذاك الجو تاعو ولا الكازوز داخل الكاس ويشربوا بصحه. ولهنا قالك تهنى الفرطاس من حكنا الراس، ما يحب يشبح ولا يكسر راسو، وحنا اللي نحبوا هكذايا حاجه تاع الشبوح راني وليتهم لكم هكذايا. وحبيت نوريهم لكم ثاني، عندي هاد الشكل تاع الفواكه يجوا كبار شويه، وعندي من جهه ثانيه هاد الشكل اللي يجي شويه اصغر.
هادو متاع الايس كريم، هادو اللي راكو تشوفوا فيهم، هادو لي كورني ولا اللي يتنحاو، مي الحجم تاعهم اصغر شويه. انا حبيت هكذا نخالف باسكو الالوان اللي في هادو ما كاش في هادو. شوفوا هذا فيها شغل فيغ بيستاش، الجون، الموف، وتانيت الغوز، ومن هيك تانيت الوان واحد اخرين. كل ساشي يتباع فيه خياتي ربعه تاع لي باي هادو. ما حبيت نزيد نوري لكم كيفاش يطيحوا داخل الكاس ولا داخل الكرافه. شوفوا كي نديروا هذاك الباي شغل العادي ولا الابيض، تشوفوا كيفاش تبان هذيك الكرافه تاعنا، وكي نديروا فيه شكل ثاني. يعني نحكي على الناس اللي يحبوا يشبحوا، ما رانيش على نحكي على ناس ربما اللي يقول لك هذا ثاني تهدو زياده وما عندهم حتى معنى. انا نحترم كامل الاراء تاع الناس، بالمقابل ثاني نحب اللي يحترم رايي باسكو هذه حريه شخصيه، وكل انسان يدير الحاجه اللي يحبها في داره. هاوليك هنا خياتي شوفوا كيفاش يكون الفرق شاسع، خاصه كي نزيدوا نديروا هكذايا الالوان تاع العصائر، والناس اللي عندهم حفلات تاع بيام ولا تاع سانكيام ولا تاع باك ان شاء الله بالصحه ولهنا، راهم رايحين هكذايا شوفوا هذوك لي كاغاف ولا الكيسان تاعهم يكون الشكل تاعهم انيق ومميز. انا صورت لكم لالا مروانه يجيني الضحكي، تنوض الصباح تلبس الروبا وتزيد تصباط ودير الساك تلبسو كخوازي، واش نضحك عليها نقولها يا بنتي كي خارجه تقول لي لا لا بصح نوجد روحي، لما شتوجدي روحك لابسه هذاك الساك وتزيد تصباط، نضحك نضحك وحدي كي المهبوله. قول انا تاني تاني نعاند فيها، حبت تلبس الساك والصباط خليها دير واش تحب. كي نقول لكم الدور بهم حتى تشبع وتموت على هذاك الصبيبط حاشاكم. انا وليداتي راهم يلعبوا، هي قالت لك انا اللي نعرف الساك وانا اللي نعرف ندير. راهو وائل ومروه، ربي يحفظهم لي ان شاء الله من كل سوء، ويحفظ لكم ان شاء الله وليداتكم، وان شاء الله ربي كل واحد راهم تمني الدريه ان شاء الله ربي يعمر حجره. قالت لك انا اللي نعرف خير من وائل، هو كبير عليها الله يبارك بسلامته، يعرف شغل كل حاجه وين يديرها. ولا هي قالت لك غير بالزخ والنخ، قالت لك انا هي اللي عرفت خير من وائل، قولوا ايه وسكتوا وخلاص. انا حبيت ندير العشاء تاعي خفيف ظريف اللي راكم تشوفوا فيه هنا، رز بالتوابل ولا رز بالخضره اللي هي زروديه وزيتون. واش عندي في هاد الوصفه خفيفه ظريفه اللي توالم خياتي حتى الفصل الصيف يعني، ولا غير من الوصفات الخفاف. كاين ناس بزاف ما يحبوش المقلي بزاف، راهو رايح يقهمهم صراحه. انا في داري موت على هذاك المقلي يعني، بالمسيو بولادو هاي يحبوا غير هذاك بشبش، انايا قلبي يدور من هذاك القليان. هنا حكمت زوج كيسان تاع الرز، غسلتهم مليح مليح حتى قطروا لي كامل، وراح لهم هذاك الماء الابيض، درت له 4 كيسان تاع الماء، شويه ملح وخليته يغلي. من جهه ثانيه خديت طنجره، شويه سمن، شويه زيت، درت له شويه تاع الجلبانه، وشويه كما قلت لكم بصل وثوم، هذاك لي زيبيس ملح، فلفل كحل، كركم، وفلفل عكري، هادو هما وشويه حار، هادو هما التوابل اللي درتهم. بعد ما تقلاو مرقتهم، درت لهم زروديه، حبيتو ديروا بطاطا ديروا، ما حبيتوش ديروا ماشي مشكل ما ديروش. هذاك الروز تاعي بعد ما غلا قطرته وشللته بشويه تاع الماء، دهنته بشويه تاع الزيت، نديرو في الكسكاس كيما راكو تشوفو، نديرو يفور فوق هذيك المرقه. كي يفور لي الفوره نعاود نردو لها الطنجره، الماء ما كاش ما نديرو لا في جفنه ولا في زوج، ملتم ملتم تعرفوا. نختصر كامل هذاك الشغل، ما كاين عين تقولي تنحيها سوغ بلاص ما نكسر راسي. المهم من جهه ثانيه خديت هذاك الفيونداشي ودرت له شويه ملح شويه فلفل كحل وزيت الزيتون. من هيك درت هذيك الكركاسه تاع الدجاج، كانت عندي قلت خلي تزيد تطلق البنه لداخل هذيك المرقه تاعي، زدت هذيك طوماط كونسونطري خليته غلا، وراني قدمته العشاء تاعي. نودكم ما نشهيكم، هاوليك هذاك الروز طايب على حبه، وهذيك المريقه حمراء وعقده جهايل هايل خياتي، طيبوه في هذا الصيف اكيد راهو رايح يعجبكم، خاصه كما قلت لكم للناس اللي تحب تاكل هكذايا حاجه تاع جواز. نقول لكم ما سناوني هاد اليامات الجايه ان شاء الله، رانا عندنا هكذايا فيديوهات تاع النشاط والحيويه، حنبدا نتواياج على البكري، اما لا كونوا في الموعد. دوك هذيك معليا غير نقول لكم تهلاو في روحكم، تهلاو في صحتكم، وتبقاو على خير يا وجوه الخير.